الرؤساء الشخصيين للملوك، وتتربص الدسائس بمهنة تجعل صاحبها الأقرب إلى مربع الوجاهة ويحظى بالشهرة والمكانة الاعتبارية الخاصة في سلم السلطة. صحيح أن هذه الفئة تخضع لمنظومة أمنية دقيقة يضيق فيها هامش الخطأ، إلى أنه كلما أصبح الخطأ ممنوعا ألا وارتفع مؤشر الضغط وأدحت أنصاف الهفوات أخطاء مهنية تستحق التوقيف، وبالتالي الاختفاء بعيدا عن ضوء التحركات الملكية. يعتبر الحارس الشخصي أول مرتبة أمنية في تحركات الملك، والحاصلون على هذه الخطوة يفترى توفرهم على أعلى درجات اليقظة، فضلا عن معايير أخرى تتعلق بالبنية الجسمية والقدرة الخارقة على تنظيم التحركات، ناهيك عن الرؤية السديدة والرماية الجيدة ورد الفعل السريع وأشياء أخرى، منها ما هو مهاري وما قد يكتسب في دورات التأهيل بالمعهد الملكي للشرطة، فلا يتدخل أحد في مهمته ويتقاضى مرتبا عاليا. إن مهمة حماية الزعماء أمر في غاية التعقيد، لأن الحارس الشخصي يتحول إلى دل ملك وينال شعبية واسعة، وتسلط عليه أضواء من طرف الإعلام التي تترصد تحركاته وتحولها إلى مادة خبرية مثيرة، خاصة في تعامله مع المواقف التي يتعرض لها. ولأنهم الأقرب إلى المحيط الملكي، فإن ظهورهم أو غيابهم عن المناسبات الرسمية بجانب أفراد الأسرة الملكية الموكولين بمرافقتهم يكفي للنبش في أسباب الغياب وربطها بهفوات تمخضت عنها غضبات ملكية، إلى أن المتأمل في قصص غارد كورت الملوك الثلاثة سيقف عند ألغاز الإعفاءات وأسرار الصعود والنزول في السلم. شغل محمد المديوري وسائل الإعلام بعد نجاته مما وصفها في الشكاية لدى مصالح الأمن بمحاولة اغتيال أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة قبل أسبوع، وهي الواقعة التي أعادت الحارس الشخصي للملك الحسن الثاني إلى الواجهة بعد سنوات قضاها بعيدا عن الشهرة. ولد محمد المديوري في 8 أبريل عام 1938 بمراكش، وتدرج في سلك الأمن الوطني من حارس أمن إلى أن انتهى به المسار المهني رئيس الأمن الخاص للملك الحسن الثاني لما يفوق ربع قرن من الزمن، وكان لا يفارق الراحل في حله وترحاله. اشتغل في بداية حياته المهنية شرطيا في مراكش وأزمور قبل أن يركب سلم الوجاهة ويتحول إلى مسؤول عن أمن الملك الحسن الثاني، كما تقلد عدة مسؤوليات رياضية حيث عين رئيسا للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى ورئيسا للمكتب المديري لكوكب المراكشي لكرة القدم. على امتداد مساره المهني اعتمد الرجل على إلحاح تام كرئيس جامعة التايكواندو في صناعة جيل من الحراس الأسرة الملكية، وحين غادر منصبه بعد وفاة الحسن الثاني خلف حراس أمن وعيدين اعتمدهم الملك الحالي محمد السادس في تأمين سلامته، وعلى رأسهم الرباعي المربع الأمني مقتبل وفكري وجعيدي. يبلغ المديوري من الكبر عتية، فقد تجاوز 80 من العمر، لكنه ظل يستمتع بالجلسات مع قدماء الكوكب المراكشي كلما حل بمسقط رأسه قبل أن تسلط الأضواء عليه في حادثة صنفت في قناة الألغاز. تحرض محمد المديوري مرفوقا بسائقه لمحاولة اغتيال بواسطة السلاح الناري ظهر يوم الجمعة من 17 مايو عام 2019 بالقرب من مسجد الأنوار بشارع الألفاس بمراكش من طرف 7 أشخاص كانوا راكبين سيارتين، 3 منهم كانوا يحملون أسلحة نارية حسب ما أوردته مصادر إعلامية.
وحسب المصادر ذاتها، فأثناء نزول المسؤول الأمني السابق من سيارته قاصدا المسجد، قام أحد المعتدين بتصويب مسدس على عنقه. ولولا أن المديور لديه خبرة في التعامل مع هذه المواقف للقي حتفه. تضيف المصادر ذاتها التي أكدت أن المعني الأمر نجا من الموت بأعجوبة. وعند محاولة في رحلة الملك محمد السادس إلى إحدى الدول الإفريقية، لاحظ المتتبعون للجولة وجود وجه جديد ضمن طاقم الحراسة المرافق للملك محمد السادس. بعد استبدال الحارس السابق عزيز الشعيدي بحارس شخصي آخر جديد يدعى حسن الشراط، وأوضحت التحريات الأولى أن العنصر الجديد الطنجوي الانتماء، حيث شغل منصب عميد إقليمي للشرطة. الحارس الشخصي للملك ينحدر من أسرة عريقة في مدينة طنجة، حيث إن والده أحمد الشراط يعد من كبار علماء العاصمة بواز، وسبق أن اشتغل في ميدان التعليم كأستاذ في المؤسسة أبي عباس السبتي، بالإضافة إلى اشتغاله إلى حين وفاته كخطيب بالمسجد الأعظم بمدينة طنجة. ومن المفارقات الغريبة في حياة الشراط أن والده سبق أن ألقى سلسلة من الخطب والدروس بين يدي الملك محمد السادس خلال وجوده بمدينة طنجة، بالإضافة إلى ختمه لصحيح البخاري في ليلة القدر التي أحياها الملك بنفس المدينة قبل 7 سنوات. لكن دخول دائرة الحماية الشخصية للملك بها مخاطرها، فقد توارى الشراط عن الأنظار بعد أن صعد في سلم الواجهة وأصبح يحتل منصب مراقب عام للأمن، حصل عليها في إطار ترقية استثنائية بسبب هفوة مهنية كلفته غاليا بعد ارتكابه خطأ في البروتوكول الملكي أثناء مرافقته للملك في زيارة للإمارات العربية المتحدة. مباشرة بعد اختفاء اسم الحارس الشخصي الشراط عن الأنظار، تسربت بعض الأخبار تفيد بأن الرجل المعروف بتكتمه الشديد قد